البشرية تشتاق وتتطلع إلى معرفة ما يحدث لها في مستقبلها من تغيرات وأحوال. ولما كان أمر الغيب وما يكون في أيامه ولياليه مما استأثر الله عز وجل بعلمه وحجبه عن خلقه، قال ربنا عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. كثيرا ما يرى الناس أحلاما مزعجة أو ما يسمى بالكابوس، وقد تؤدي هذه الأحلام إلى الفزع أو التشاؤم، وهذه الأحلام يحدثها الشيطان بغية إلقاء الحزن في قلب الإنسان المسلم. وهناك رموز قد تأتي في رؤى صادقة يراها المسحور لتعينه على اكتشاف السحر حتى يعالج نفسه. من المتعارف عليه أن السحر من الشرور الدنيوية التي يصاب بها الإنسان بصورة ما، فالسحر كما أخبر الله عز وجل عنه طريق للفساد وسبب للأذى والضرر بين العباد، وهو فوق ذلك كله سبب للكفر بالله عز وجل والخروج عن دينه وشرعه الإسلام. ومن الدلائل على الإصابة بالسحر الأحلام، وهي ما قد يكون تفسيرها بأن الرائي أو النائم مسحور. وهناك الكثير من العلامات والدلائل المنامية المؤكدة التي قد تثبت وجود جن أو خادم للسحر بالجسد. قال بعضهم: منها رؤية السموم في المنام، وهي تدخل إلى جسد النائم لتدل على الإصابة بالسحر، ورؤية الجسد في المنام وقد ملأه النجاسة والأوساخ، قال بعضهم يكون دليلا كبيرا على إصابة النائم بالسحر، ومنها رؤية الساحر في المنام وهو دليل كبير على الإصابة بالسحر، ورؤية الشيطان أيضا وكان بصورة بشعة لا يستطيع النظر تحملها. وقالوا منها وجود النار في المنام، وهي من دلائل السحر واحتراق الأشياء أمام عين النائم، قالوا تعتبر دلالة على إصابته بالسحر. وقالوا كذلك إن الظلام والليل من الدلائل الأخرى للإصابة بالسحر والمس، حيث إن الشيطان يفضل الظلام والاختباء والخلاء واللون الأسود. والقبور من بعض الدلالات على السحر، وذلك إذا ظهرت بصورة مفزعة للنائم. قالوا إن بعض الحيوانات تكون دلالة على السحر مثل الثعبان المخيف والكلب البشع المنظر، ويجب الاستعاذة والتنبه لذلك. وإذا حلم الإنسان بالأذى بصورة بشعة مثل القطع بالسكين أو الموت تحت قضبان القطار، فهذا قد يكون دلالة على إصابته بالسحر. وقالوا منها أن يرى أنه يسير في دم أو في ماء أو في نجاسات، أو أنه يسير في طريق لا يعلمه ويلفت نظره سيره في هذا الطريق، أو يسير أمام بيته أو بيت أحد يعلمه. وقالوا: ما إذا رأى مكروها فليفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، رواه البخاري. وفي الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله: وإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. أما العلاج للسحر والحسد والعين وغيرها من الشرور، فيعالج بالرقى الشرعية والأدوية النافعة المباحة. ومن أنفع العلاج علاج المسحور بقراءة الفاتحة عليه مع النفث، وآية الكرسي، وآيات السحر التي منها في الأعراف ويونس وطه، وبقراءة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويستحب تكرار هذه السور الثلاثة ثلاث مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلاج المرضى وللرقى، وهو: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ويكرر ذلك ثلاثة: اللهم احفظنا من الشرور كلها، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.